هنا بمقر جمعية نور الضحى، أين تنقلنا للقاء مجموعة من النساء لكل منهن روايتها مع السرطان، بين من قاومت المرض بشراسة وتمكنت من الشفاء ومن لا زالت تتجرع مرارة المعاناة. لفت انتباهنا حال هذه المرأة التي تبلغ من العمر 60 سنة، لكنها تتذكر كأنه بالأمس فقط ذلك اليوم الذي تخلى عنها زوجها بعد اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي. جنس الغير كوراني وراني من صغيرة وكان عندي 60 سنة وما زلت نعاني. سبيطار وراح خلاني. تواصلت، كنت ما نعرفش مدام قاسمي، تواصلت بالجمعيات اللي روحوا ليهم يطبعونا من كنت صغيرة وانا نعاني. هي 20 سنة من الألم زاده الهجران من قبل من كان يفترض أن يتقاسم معها حلو الحياة ومرها. كانوا بناتي صغار غير الناس والآخر كبروهم لي بنتي وأنا مريضة، حسيت ببناتي ما حسيتش بروحي. اللي ما تقول لي واسي عمرك أنا نقول بناتي، نزلت الدرك نحوس على بناتي. هذا الشيء حتى واحد ما حب يصراله، هذا ربي كتبه على بنادم، وكي ما يصيب البنادم وواحد يخلي مرته ولا يسمح فيها، ربي ثاني يجيب له بليه يبليه بها باش يحس القيمه تاع الانسان اللي واش كان معاه. السرطان تج كثير نساء اللي رجالهم سمحوا فيهم بولادهم، ولادهم 17 سنه 14 سنه اللي سمحوا فيهم وعاودوا ولاو لديارهم والديهم. هذه حاله خطيره، والراجل اللي يسمح في مرته غلط غلط غلط، باسكو توالم غدوه هو يجيه مرض كثير من السرطان تج ما ترفدك غير مرتك. هن نسوة قاومنا كل بطريقتها المرض الخبيث، وهن اليوم يقدمن جرعة أمل لكل من تعاني في صمت. شغل عيشوا عادي، شغل ما عندكوش مرض والله غير مالو. المرض عمره ما يقتل، كي تكون عندك الإرادة وتستمر في حياتك وتتكلي على ربي وتمشي كل شيء سهل. ما تكوني مريضة وعيانة وتقولي هذا المرض ما يقتلنيش، انا نتغلب عليه وتقدري ديري كلش، ماشي تقولي راني مريضه خلاص هذه هي حراس الدنيا، الدنيا عمرها ما تخلص هنا. تختلف القصص ويبقى الكفاح واحد، كفاح من اجل الحياه، واخر حتى لا تفقد هاته النسوه صورتهن في المجتمع.